ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. عاشت مختلف الأجهزة الأمنية من عناصر شرطة ودرك ملكي وقوات مساعدة ورجال مطافئ حالة من الاستنفار القصوى مساء أمس لتنظيم أكبر هجرة يعرفها المغرب خلال ساعات. وبذلت مختلف الأجهزة الأمنية مجهودات جبارة لتنزيل قرار حكومي متسرع وغير محسوب العواقب، بيد أن ما وقع بممرة زنتيشكا من إزالة المواطنين لحاجز دركي لضمان مرور الحافلات والسيارات أمر خطير ويعكس حجم الارتجال الذي تمارسه الحكومة والذي يقحم رجال إنفاذ القانون في قضايا خلقها الفاعل السياسي. فالعثماني ووزراؤه اتخذوا قرارا بمكتبهم الفاره بالرباط، لكن مختلف أصناف الأجهزة الأمنية تحولت إلى ما يشبه رجال مطافئ حتى لا يتحول القرار إلى مشكلة حقيقية، خصوصا مع ما صاحب القرار من حوادث سير والاكتضاض في المحطات الطرقية وعمليات اعتداء على مواطنين ومواجهة الصماصرة وتجار المآسي. لقد كانت فعلا ليلة سوداء تسبب فيها قرار سياسي وواجهة داعيتها الأمنية رجال الأمن ومختلف أصناف رجال السلطة والدرك. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.